الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وفي أربيل، وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد صباح اليوم سعر صرف بلغ 148,150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي. هذا واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,750 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا ملحوظا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,200 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أعلنت وزارة الكهرباء الحالية عن حاجة العراق من الكهرباء الوطنية حيث بلغت 35,000 ميجاوات. وقال وزير الكهرباء عادل كريم إن الإنتاج الحالي من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 21,000 ميجاوات، مشيرا إلى أن التغلب على أزمة الكهرباء في العراق تحتاج إلى برنامج علمي وتقني كبير. يشار إلى أن المحافظات العراقية تعاني أصلا من أزمة في عدد تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية، والتي لا تتجاوز في عدد من المحافظات بضع ساعات فقط خلال اليوم الواحد، على الرغم من تخصيص مليارات الدولارات لوزارة الكهرباء وعقود تجهيزها. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثانية كأكثر المقيمين شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وقالت الهيئة في تقرير إن مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة تصل إلى 48.4% في تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 7,363 منزلا، وحصلت إسطنبول على أعلى حصة بواقع 2,922 من مبيعات المنازل للأجانب، وأنطاليا في المرتبة الثانية ثم العاصمة أنقرة. ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنهم تراجعوا للمركز الثاني مع بداية العام الحالي 2021. أعلنت منظمة أوبك عن إنتاج الدول الأعضاء في أوبك من النفط بينها العراق، حيث ارتفع بنحو 285,000 برميل يوميا خلال الشهر الماضي. وقالت المنظمة أن العراق جاء في المرتبة الثانية بأكبر زيادة لإنتاجه النفطي بواقع 91,000 برميل يوميا بعد السعودية التي حلت بالمرتبة الأولى بعد أن ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 100,000 برميل يوميا، فيما أكدت المنظمة تراجع إنتاج النفط لدى 4 دول في أوبك الشهر الماضي. هذا وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، لكن المكاسب توقفت بسبب مخاوف المستثمرين إزاء الطلب على النفط بعد معاودة أوروبا وآسيا فرض قيود وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي سنتا واحدا إلى 74 دولارا و40 سنتا للبرميل، وبسنت واحد فقط أيضا صعد خام غرب تكساس الأمريكي إلى 71 دولارا و30 سنتا للبرميل. وتشدد حكومات حول العالم من بينها بريطانيا والنرويج القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون، ومنها تقليص الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط. وفي خضم هذه الأحداث كلها، واصلت عملة بيتكوين تراجعاتها للأسبوع الخامس على التوالي لتنخفض دون متوسط السعر لـ200 يوم تقريبا، وهو المستوى الذي ينظر إليه من قبل المحللين على أنه مؤشر هام في تحديد الاتجاه العام للعملة المنشفرة على المدى المتوسط. وتراجعت بيتكوين بنسبة 8.4% إلى 45,773 دولارا يوم الاثنين في تداول نيويورك، ولا تزال بيتكوين منخفضة بنسبة 30% تقريبا عن أعلى مستوى سجلته بلغ 69,000 دولار أمريكي في العاشر من تشرين الأول. إلى اللقاء.